يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجب كفارة يمين إذا كانت هذه اليمين حال الغضب؟ هل تجب كفارة يمين إذا كانت هذه اليمين حال غضب؟ اليمين والطلاق والبيع والشراء إذا كان في حالة غضب مستحكم لا يتصور ما يقول هذا لا عبرة بأقواله لأنه مغلق عليه. أما إذا كان يتصور ما هو غضبان لكن يتصور ما يقول ويعرف ما يقول فهذا يلزمه قوله، تلزمه اليمين، يلزمه الطلاق، يلزمه نعم.